بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهارده ان شاء الله هوريكم الزينة رمضان اللي انا اشتريتها. تعالوا مع بعض اوريكم الاشكال الجديدة اللي طالعة. زي ما انتم شايفين اول حاجة انا جبتها اهو مثلثات رمضان اللي هي قماش الخيامية ده، وطبعا كل الناس بتحب تشتريه اهو. دولت 5 متر، انا كنت جايبه 5 متر دول ب15، بس عشان القماشه بتاعتها حلوه قوي وجامده يعني هتعيش معاكي حلوه قوي. جبت برضو جبت شكل برضو خياميه هنا اهو، بس على شكل فانوس اهو. جبت 2 برضو، دي عامله 12 جنيه. برضو القماشه بتاعتها حلوه وتخينه. انا اوريكم شكل المثلث بتاعها عامل ازاي اهو، زي شكل فانوس رمضان اهو، شكل فانوس رمضان. يا اصدقائي بصوا شايفين حلو قوي، شكلها جميل جدا. دي برضو 5 متر. جبت بقى اشكال الورق طبعا اللي طالعه جديده ديت حلوه قوي. دول كل الاشكال اللي انا جبتها 5 متر الواحد ب10. هوريكم الاشكال اللي انا جبتها، طبعا كل ده هيتلبس في بعضه لو انا عندي مساحه كبيره. جبت الشكل ده، هو الورق بيبقى مطبوع عليه اهو، وشه ده اهو. وبرده هنا برده البنت الحلوه دي برده نفس الطبعه اهو. دول برده 5 متر. وجبت اشكال طبعا فانيس بتوع رمضان، فيها بوج بطنطن من ورا. تعالي نفتحها نشوفها اهو، هي برضو 5 متر، برضو مطبوع بوجي وطمطم اهو، حلوين اهو، وشخصية فانانيس اهي برضو الطبعة وش وضهر. وجبت الشكل ده اهي، افتحه جبت الشكل ده مكتوب عليه رمضان كريم وصورة الكعبة، ومن ورا في اطفال حلوين اهو اهو، برضو وش وضهر اهو، برضو 5 متر ب10 جنيه. وجبت طبعا الشكل ده محمد صلاح، اهو مطبوع عليه كينج اوف افريقيا اهو. الناحية التانية مكتوب ايجيبت 2019 اللي هو كاس الامم الافريقية عندنا. طبعا انا ما جبتش غير واحد بس من ده، عشان هو كشكل هو مش حلو قوي في البيت، هو شكل حلو قوي في القهاوي في الكافيتريات، عشان محمد صلاح وبتاع الكوره عشان الكيس. يلا كل سنه وانتم طيبين. وجبت كمان هنا عجبوني 2 دول، جبتهم واحد ب8، شكلهم حلو بينوروا كده اهو. برضو التاني جبت الميداليه الحلوه دي مكتوب عليها رمضان كريم اهي، دي جبتها ب5 جنيه برضو، قلت عشان خاطر رمضان وكده، برضو شكلها حلو اهي اهو. يا اصدقائي زينه رمضان وفوانيس رمضان الصغننه اللي انا جبتها، ايه رايكم في الزينه بتاعتنا النهارده؟ انا كنت هعملها بس قلت اشتريها احسن واسهل اهو، اسعارها حلوه مش اسعارها غاليه، جميله جدا. ايه رايكم؟ يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.